بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميع أبنائي وبناتي المقبلين على اختبار مقياس موهبة. نكمل معا أهم التسريبات والتجميعات من اختبارات عام 2024، تكملة لشرح أهم أسئلة الملحق حق التجميعات من 24 و25 اللي موجود في هذا الكتاب المهم المتميز في مقياس موهبة الإصدار رقم 4. وصلنا إلى السؤال 11 من هذا الملحق في الجزء الكمي، بقول هنا: التقى شخصان من عائلتين، قال الأول: لدي والدان وأخ وثلاثة أخوات، وقال الثاني: لدي والدان وأخ وأخت، كم عدد أفراد العائلتين معا؟ طبعا هم الآن شخصين، واحد هيتكلم عن نفسه والثاني بيتكلم عن حاله. فالشخص الأول بيقول إيه؟ طبعا هو إذا قال وبيتكلم عن أسرته فهو أول شيء واحد من أفراد هذه الأسرة، تمام؟ ولديه إيه؟ والدان، يبقى لديه أب وأم، يبقى هو شخص ولديه أب وأم، ولديه أخ يبقى كمان واحد اللي هو الأخ، وثلاثة أخوات يبقى هنا ثلاثة. أجمع كده عدد أفراد الأسرة الأولى: ثلاثة وهنا واحد أربعة، واثنين ستة وواحد سبعة. عدد أفراد الأسرة الأولى سبعة. تعال الشخص الثاني بيقول: طبعا هو لازم ان هو يكون واحد، لا تنسوه، هو الشخص واحد ولديه اب وام والدان يبقوا اثنين، ولديه اخ ولديه اخت، اجمعهم مع بعض واحد واحد اثنين، واثنين اربعة، وهنا واحد يبقوا خمسة. عدد افراد الاسرة الاولى سبعة والثانية خمسة، اجمعهم مع بعض يطلع الجواب 12 واختار باء. نأتي للسؤال 12 والخاص بعدد المصافحات. قلنا سؤال عدد المصافحات سؤال متكرر، بيقول هنا: تقابل ستة أصدقاء وصافح كل منهم الآخر مرة واحدة فقط، كم عدد المصافحات التي تمت بينهم؟ قانون عدد المصافحات قلنا هو نون اللي هو عدد الأشخاص في نون ناقص واحد وأقسم على الاثنين. نون دي اللي هي عدد الأشخاص، فهم ستة تقابلوا يبقى ستة ضرب نقص من الستة واحد يعني خمسة، ستة ناقص واحد يعني خمسة قسمة اثنين. افضل حاجة انك تبسط، قسم ستة على الاثنين فالثلاثة، اضرب ثلاثة بخمسة بخمستاش، يبقى عدد المصافحات اللي تمت بينهم 15 مصافحة. ياليت تحفظوا قانون عدد المصافحات، قلنا عليه اللي هو ان مضروب في ان ناقص واحد واقسم على اثنين. مع السؤال 13 بيقول: يقف محمد في طابور المخبز، فكان ترتيبه في الطابور التاسع من اليمين والحادي عشر من اليسار، فكم شخصا في هذا الطابور؟ هذا السؤال بيتبع قانون مهم اسمه عدد الطلاب في صف. كيف انا بحسب هذا عدد الطلاب في صف؟ بقول هنا: البداية زائد النهاية وانقص واحد. ليش بنقص واحد؟ لان هنا الشخص هذا بيذكر نفسه من اليمين واليسار، فهو تكرر مرتين زي السؤال زي كده. فانا بقول ايه؟ ترتيبه من البداية التاسع، يبقى هنا التاسع من البداية، والحادي عشر من النهاية يبقى 11، 9 زائد 11 هيساوي 20، ونقص الواحد هيساوي 19، يبقى عدد الأشخاص الآن في الطابور هيكون 19 وأختار ألف. في طريقة ثانية بعض الطلاب بيحبوا طريقة الرسم، يقولوا إن ده هو إيش؟ هو الطابور، وهنا محمد واقف في هذه المنطقة، هذا محمد يعني واحد. إذا كان ترتيبه التاسع من اليمين ففي قبله كام؟ في قبله 8، في هنا 8 أشخاص. وإذا كان الأحادي عشر من الآخر من اليسار يبقى هنا في كام؟ يبقى هنا في 10، لأن 10 وهو يكون الحادي عشر. لو جمعنا الآن 8 وجمعنا معاهم محمد ومع 10 كمان هيدينا 19، وده تأكيد إن الجواب الصحيح هو ألف. ننتقل الآن إلى السؤال 14، هذا السؤال القوي. بقول هنا: روضة بها 20 طفلاً والعدد يزداد طفلين نهاية كل أسبوع. كل أسبوع العدد بيزيد إيش؟ طفلين. وينقص العدد طفلا واحدا نهاية كل أسبوعين. خلي بالنا، بيزيد العدد طفلين كل أسبوع وينقص طفل واحد كل أسبوعين. بيقول هنا: كم أسبوعا نحتاج للوصول لعدد 35 طفلا؟ تعال نحل السؤال كده بطريقة سهلة في الأسبوع. طب إيه رأيكم نحسبه في الأسبوعين أحسن؟ ليش؟ لان في الاسبوعين هيزيد طالبين وكمان طالبين، لان كل اسبوع بيزداد طالبين، وانقص ايه؟ وانقص واحد، يبقى 2 زائد 2 4، وانقص الطفل هذا اللي هو بينقص من
العدد كل اسبوعين يبقى فيه ايه 3 طلاب، يعني كل اسبوعين العدد الان يزداد الى 3 طلاب زيادة. هو الان العدد الاصلي كان كام؟ كان 20، وعايز يوصلهم كام؟ الى 35، يعني محتاج الان الوصول هنا محتاج 15 طالب، صح؟ ليش؟ لان 35 انقص منها 20 هيدينا 15. طيب يبقى انا عندي الان ال 15 دول، خلي بالكم كل اسبوعين 3، يعني لو قسمت 15 قسم الثلاثة هيساوي 5، بس خلي بالكم الخمسة ديت ليست 5 اسابيع ولكن 5 اسابيع مدبلة، لان احنا اتكلمنا عن الثلاثة دي، الثلاث طلاب الزيادة كل اسبوعين، يعني 5 هذه يا شباب عبارة عن اسبوعين مع بعض، يعني 5 ضرب 2 هيساوي 10، يعني المفروض بعد 10 اسابيع هصل الى العدد 35، يعني الجواب الصحيح هيكون د. ملخص سريع كده للسؤال بسرعة كده عشان الطلاب اللي هم بيحبوا يأكدوا على الإجابة وبطريقة ثانية. أنا قلت في الأسبوع بيزداد 2، يبقى في الأسبوع 2 وفي الأسبوع 2 يبقى دول 4 طلاب في الأسبوعين، نقص الطالب اللي بينقص كل أسبوعين يبقى العدد بيزيد 3 طلاب كل أسبوعين، كل أسبوعين 3 طلاب. الفرق بين العشرين والخمسة وثلاثين 15 طالب، يبقى ال 15 دي كيف اجيبها؟ اقسم 15 على 3 يطلع الجواب 5. الخمسة دي هي 5 اسابيع مجمعة مزدوجة، يعني معناها 10 اسابيع. في العشر اسابيع كل اسبوع كل اسبوعين يزداد كام؟ يزداد 3، يبقى انا اضرب 3 في 5 يدينا 15 اللي هو العدد، يعني عدد الطلاب اللي هم هيوصلوا الى 35 طالب بعد مرور 10 اسابيع، الجواب د. وقفوا الفيديو ثواني لحل هذا السؤال المهم والمتكرر على النمط، بيقول اوجد الحد التالي من النمط. عارفين طبعا 1 و3 و9 و27 و81، انتوا حافظين هذا النمط. كل مرة بعمل ايه؟ كل مرة بضرب في 3، كل مرة بضرب في 3، 1 ضرب 3 يدينا 3، 3 ضرب 3 9، 9 ضرب 3 يدينا 27، وهكذا. يعني اضرب 81 في 3 عشان الوقت، 3 في 1 ب3 و3 ب8 ب24، جيم الجواب الصحيح. ننتقل إلى السؤال 16، بيقول هنا كم قياس الزاوية بين عقربي الدقائق والساعات عندما تشير الساعة إلى 4 تماما. أنا بحب دائما في أسئلة الساعة والزاوية بين العقارب إن أنا أعمل إيه؟ أرسم ساعة وأحط الأساسيات، هنا الساعة 12، هنا الساعة 3، هنا 6، وهنا 9، واشوف ايه المطلوب عندي. الساعة 4 تماما يعني عقرب الدقائق وين؟ عند ال 12، هنا كده عقرب الدقائق هكذا، وعقرب الساعات عند 4، طبعا دي 3 وهنا 4، خلاص احط هنا عقرب الايه؟ عقرب الساعات هكذا. هنا بقى يا شباب نشوفوا الزاوية دي تطلع كام. طبعا هنا في حاجة مهمة، الزاوية كلها الدائرة كلها 360 درجة، صح؟ بقسمها على كام ساعة؟ الساعة دي كام واحدة كام تدريج؟ 12، كلام صحيح. لما قسم 36 على ال 12 فيها 3 وأضع الصفر، يعني إيش 30 درجة؟ يعني كل تحرك للعقرب من مكان إلى مكان يعمل لي زاوية 30 درجة، يعني هنا أما يتحرك من هنا للساعة واحدة يعمل لي 30، ويوصل الساعة 2 في هنا من 1 لـ2 30، وهنا يدينا زاوية 90، هكذا كمان 30 وكمان 30، أجمع الثلاثين 4 مرات هيعطينا الجواب 120 وأختار ب. في واحد يقول يا أستاذ في يقولون قانون حق الساعة. أيوة، في حل آخر اللي هو باستخدام القانون، هو صعب شوية بس ركزوا معي. بيقول لما تحب تجيب الزاوية استخدم هذا القانون إذا حبيت، قول عدد الساعات ضرب 30 ناقص عدد الدقائق ضرب 11 على 2. لو سويت بالشكل ده ممكن تستخدم القانون وتحل بيه المسألة. وابدأ عوض الآن، عدد الساعات 4 يبقى 4 ضرب 30 اللي هي الساعات ضرب 30 ناقص الدقائق، طبعا ما فيش دقائق يبقى 0، 0 ضرب 11 على 2، طبعا الجواب هنا يدينا 0. ما في عندي ال 4 ضرب 30 برضو يدينا 120، ب الجواب الصحيح. نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال السهل. السؤال 17 بيقول إذا كان 4 أس ب بيساوي 7 و7 أس ألف يساوي 2 فأوجد قيمة 4 أس ألف ضرب ب. طبعا هنا هنشتغل في المسألة واحدة واحدة كده، هو طالب مني 4 أس ألف ضرب إيش؟ ضرب ب.
طيب ايه رأيكم نخليها بطريقة سهلة؟ نخليها كده 4 أس باء كده، وأخلي الألف فوق شوية. احنا خدنا طبعا في قوانين الأسس لما يكون عندي عددين مضروبين هكذا ممكن أخليهم فوق بعض، تمام؟ العدد ده أسين يعني فوق بعض، كلام صحيح. ليش سويت كده؟ عشان أشيل الأربعة أس باء اللي هي دي، اللي هي معطاها لي في الجواب، ومعطاها لي بكام؟ معطاها لي بسبعة. 4 أس باء معطاها لي بسبعة، يبقى معناها هنا 7 أس ألف. وش سويت يا شباب؟ أنا شلت هذا المقدار الأصفر هذا اللي هو 4 أس باء وحطيته بقيمته اللي هو معطاها لي في المعطيات. طبعا وأبدأ أكمل، هنا 7 أس ألف. طبعا 7 أس ألف الناتج اللي هنا، 7 أس ألف هو قال لي معطاها لي بكام؟ معطاها لي باثنين، يعني القيمة دي هتساوي 2، يعني قيمة هذا المقدار هيساوي 2 وأختار ألف. أسيبكم بقى مع هذا السؤال السهل، بيقول في الشكل المجاور معطينا مكعب طول حرفه، طول حرفه يعني طول ضلعه يعني عادي، طول حرفه 9، بداخله مكعب صغير طول حرفه 3 سنتي، كم مكعبا صغيرا يحتويه المكعب الكبير؟ طبعا احنا قلنا سابقا لما يقول لي كم عدد المكعبات يبقى العدد هنا هيكون عن طريق القسمة، اجيب حجم المكعب الكبير، حجم المكعب الكبير وليكن كاف، على حجم المكعب الصغير وليكن صاد. طب كيف اجيب حجم المكعب؟ حجم المكعب هو عبارة عن ضرب الضلع في نفسه 3 مرات، يعني اضرب الحرف في الحرف في الحرف لانهم قد بعض. في ناس يقولون احنا خدناها الطول في العرض في الارتفاع، تمشي عادي مش مشكلة. وفي المكعب الصغير اضرب 3 في 3 في 3، ثم نعمل عملية ايش؟ اعمل عملية تبسيط. ما بحب يا شباب انك تضربوا الارقام الكبيره دي، لما تضربوا الارقام هذه هتطول علينا في الضرب وفي القسمه، لكن التبسيط قسمه 9 على 3 فيها 3، قسمه 9 على 3 فيها 3، وكمان 9 على 3 فيها 3، اضرب 3 في نفسها 3 مرات هيعطيني 27 واختار د. مع هذا السؤال المتكرر في اختبارات كثيره، سؤال مهم، وفي بعض المواقع كانوا منشرين هذا السؤال والحل خطا، انتبهوا لهذا السؤال. بيقول الشكل المجاور يمثل العلاقة بين السرعة والزمن، احسب المسافة التي تحركها الجسم خلال 5 ثواني. طبعا المسافة اللي تحركها الجسم دي ممكن احسبها كده يعني على هيئة ايه؟ المسافة اللي هي تحت هذه، شايفين هذه؟ المسافة دي تعتبر هي عبارة عن مساحة المنطقة اللي هي تحت المنحنى ده، تمام؟ طب وهذا الشكل يعتبر ايه؟ هذا الشكل يعتبر شبه منحرف، فأنا بجيب مساحة شبه المنحرف. طب تعال نجيب الأطوال كده، هذا الطول الآن اللي هي القاعدة الأولى هذه هتساوي 5، والقاعدة الثانية اللي هي القاعدة اللي فوق الصغيرة هي من أول الاثنين لحد الأربعة، يعني طولها كام؟ يعني طولها 2. باجي لنا أجيب الارتفاع، الارتفاع هو الخط العمودي اللي بيكون عمودي على القاعدة اللي هو ده، واضح طبعا هو واصل لحد 2، يعني طول الخط ده من 0 لحد 2 يعني 2. قانون شبه المنحرف، مساحة شبه المنحرف بتساوي بتساوي القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية تقسيم 2، اللي هي القاعدتين المتوازيتين أجيب نصفهم وأضرب الكلام ده كله في إيه؟ في عين اللي هو الارتفاع، اللي بيقول عليها نصف القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع، أو القاعدة المتوسطة في الارتفاع. يعني بالعربي كده أجمع الاتنين هذه مع الخمسة هيعطينا كام؟ 7، يبقى 7 مجموع القاعدتين قسمة 2 وأضربها في الارتفاع اللي هو الاثنين، أحذف الاثنين مع الاثنين هيطلع الجواب 7 واختار الجواب ب. نوقف الفيديو ثواني، سؤال رقم 20، نحل السؤال هذا القوي، بيقول اوجد ناتج المقدار 1 ناقص نص مضروب في 1 ناقص ثلث وهكذا وهكذا. هذه النقط معناها الى، يعني بيمشي بالاعداد لحد ما يصل الى ايش؟ لحد ما يصل الى 1 ناقص 1 على 99. طبعا تعال ناخد القوس الاول، 1 ناقص نصف، طبعا طلاب الدبلومه والانترناشونال احنا في العربي من اليمين لليسار، 1 ناقص نصف يعني نصف، يعني القوس الأول نصف، وواحد ناقص الثلث يعني يطلع 2/3، صح؟ وأكمل 1 ناقص ربع يعني 3/4 إلى إيه اللي ملاحظين هنا يا شباب؟ ملاحظين هنا حاجة غريبة، إيه هي؟ إن هنا البسط هنا 1 والمقام 2، ثم إن البسط 2 والمقام 3، يعني كأنها في حلزوني كده، يعني في حاجة كده بالتناوب كده، هنا 2 وهنا 2، هنا 3 وهنا 3، هنا 4 وهنا 4، لحد ما يصل لمين؟ إلى 99. يعني معنى ذلك إن 99 اللي هنا ده هيكون اللي فوقها أقل منها بإيه؟ بواحد، يعني 98.
يعني لما اطرح الواحد ناقص واحد على 99، حتى لو سويتوها طرح هيطلع 98 على 99. ايه الملاحظ اللي هنا الان؟ الملاحظ الان ان انا ممكن اعمل عملية تبسيط، يعني حدف الاتنين دي مع الاتنين دي، والثلاثة دي مع الثلاثة دي، والاربعة دي مع الاربعة دي، وهنا كمان خمسة مع خمسة، وستة مع ستة، وانا ماشي لحد ما اصل الى 98 مع 98، كل ده هينحذفوا مع بعض، اصبح البسط عندي كله واحد فقط، والمقام 99، يعني قيمة هذا المقدار هيكون 1 على 99، واختار الاجابة جي. نلتقي بعد قليل مع حلقة جديدة من شرح اهم اسئلة اختبار مقياس موهبة. شكرا والسلام عليكم.